قالوا ان العياضي ما يحب الجدال ودي افتح معه موضوع ونحلله تعال ناقش العلم والباقي علي يزهل ناقش العلم انتظر الإجابة بعد طرح السؤال طيب يا ابو منير طيب شرط ما يحترق طروقك من اوله شرط ما يحترق طروقك من اوله هلا 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 شرط ما المشاكل تعلم عن عزوم الرجال حسب علمي ترى ما بيننا مشكلة حسب علمي ترى شايف بين خلق الله حروب وقتال يا عسى يا العياضي ما هي مطولة يا عسى يا العياضي ما هي مطولة شايف بين خلق الله حروب وقتال أنت ضيف مقدر عندنا في كل حال ضيفنا يا العياضي عالي منزله واحد ما يخوض الحرب ينزل لحال كان ما يقتل خصامه ما حد يقتله كان ما يقتل خصامه ما حد يقتله واحد ما تكفل على شانك بحفل اعتزال شوف من يعتزل في بداية المرحلة شوف من يعتزل في بداية المرحلة تكفل على شانك بحفل اعتزال العياضي مع لزمة جمع راس مال عايش بالمشاكل ضمن مستقبله عايش بالمشاكل ضمن مستقبله العياضي ما على زمج مع راس المال ما علي خلاف ولم بغيت المجال كل درب نجي ونصله نصله كل درب نجي ونصله نصله ما علي خلاف لم بغيت المجال البلا اللي فلزمه ما جمع له ريال ودك يقيدون يده بالسلسلة ودك
اشتباب المساري والخطوط الطوال يا عمر ما الله بحاديك لا البهذلة فرقوا يا جماعة في حرام وحلال لا تجي فوق راسك بكرة فلفلة ناخذ من الليالي الحرايبي مثال وللمواقف ترانا عندنا مرجلة أخذ حذرك من ظروف الزمان والهلال آخر الوقت لا تستمن الجحفلة